اولا في الحقيقه يعني الاتلت هذا يعني انسحب يعني في هذا اللقاء ضد ممثل الكايا الصهيوني، يعني انسحاب يعني كما يقولوا ذكي، لانه يعني هو ما انسحبش يعني انه ما نافش هذا الرياضي، ولكن هو يعني زاد في الوزن ديالو هكذا ما يتعرضش للعقوبات. اول حاجه هذا شرف دوله كالجزائر، ومبادئ تاع الدوله الجزائريه هي عدم اعتراف بالكيان الصهيوني وفي الرياضه ولا في السياسه ولا في الثقافه ولا في اي شيء. هذا كما يقولوا عينه صغيره، وحنا نقولوا له في الحق الميداليه ممكن يجوز عليها مده يعني ينساوها، ولكن الموقف تاعك هذا يبقى مخلد في التاريخ، انه جزائري يعني في الجوز الاولمبيك يعني انسحب يعني باش ماشي خوف، ولكن باش ما يعترفش بالكايا، لانه يقدر ممكن يخمس معاه، يقدر الاخر ممكن يقدر ينهزم ولا على هذا الشيء. احنا نقول له ربي ينصرك ان شاء الله، ومازالك صغير، وفي الاخر نقول 1 2 3 فرجيري.